النهارده عندنا حلقه ان شاء الله تعجب حضراتكم، لكن خلوني في البدايه ارحب بمي ومرو. اخباركم ايه؟ الحمد لله. ازيك انت يا نرمين؟ تمام الحمد لله. مساء الخير على كل مشاهدي قناه المحور. حلقه مهمه وخاصه متعلقه بكل الاحداث اللي جاريه دلوقتي، بس خليني في الاول اسلم على مرو. ازيك يا مي، عامله ايه؟ الحمد لله. طبعا انا في البدايه بسلم على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده جديد وقاعده جديده من قعداتنا في هو هنا. وطبعا كلنا بنعيش أسوأ حالاتنا النفسيه للاسف، وبعتذر لحضراتكم ان احنا بنبدا كده، بس احنا النهارده بنتكلم وبنبدا كلامنا عن الشعب الفلسطيني الشقيق وعن الاحداث المؤلمه والمؤسفه اللي كلنا بنعيشها وموجودة دلوقتي على أرضهم، وبيتأثروا طبعا كل الناس اللي بيشوفوا الفيديوهات دي، سواء ولادنا بناتنا شباب كبار في السن، بيشوفوا الحقيقة فيديوهات صعبة جدا 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 تقطع القلب، ويمكن دي بتسيب أثار نفسية سلبية بشكل كبير جدا علينا، وللأسف مش عارفين نمنع ده. الولاد على طول دلوقتي، احنا في جيل طبعا كل الولاد ماسكين التليفونات، سواء عايزين يتفرجوا على حاجة أونلاين عندهم، يتفرجوا على كرتون، بيشوفوا فيديوهات. أنا واحدة صاحبتي بنتها بتقول لها الأفلام اللي بيعملوها يا ماما الإسرائيليين دول، اللي هم التمثيل اللي بيقعدوا يعملوا دم، يعني الكلمة دي طفلة لما تقول الكلام ده يا نرمين، فدي طبعا لأن هي ما شافتش الكلام ده، يا فعلا أكنه كده مسلسل أو فيلم أجنبي، بتقلب كده فاكرة أن ده تمثيل. ففعلا احنا النهاردة بنتكلم عن مواضيع مهمة جدا جدا، وإزاي نحافظ على أولادنا من المشاهد الصعبة اللي هم كلهم ممكن يشوفوها. مشاهد الحقيقة خليني أقول لك إن هي صعبة جدا جدا جدا, جداً. كلنا الحقيقة ما بنقعد نتفرج، وغصب عننا إن احنا يعني قضية من القضايا المهمة جدا اللي مش مصر بس، كل الوطن العربي الحقيقة بيتابعها، وهي القضية الفلسطينية. الواحد نفسيته بتتعب لما بيقعد يتفرج على المشاهد والأطفال الصغيرة، الأطفال الرضع. أنا شفت فيديو لطفل عنده أسبوع صغير ما تسماش، ووالده ووالدته توفوا، ده يرضي مين؟ فين الإنسانية؟ يعني أنا سيبكوا بقى من أي حاجة، مش بتكلم بقى على إسرائيل ولا فين الإنسانية بتاعت الناس دي يا جماعة؟ غصبا عننا أن احنا ولادنا بيقعدوا يتفرجوا على الحاجات دي، وبرضو نفسيتهم بتتعب. عشان كده حتى تلاقوا دلوقتي أما تقابلوا أي حد يقولك أنا نفسيتي تعبان، أنا مش قادر، مش قادر ليه؟ لأن احنا تعب يا جماعة. بعيدا عن عربي ولا غربي ولا ده، بني آدم، هو ده في الآخر بني آدم. أنا شفت فيديو لكلب، كلب صغير، والله العظيم الكلب عمال بيترعش، فأنتوا مستوعبين ده حيوان، فما بالكم بني آدمين؟ هي ناس مجردة من الإنسانية والرحمة، يعني أنا مش عارفة إيه ده حقيقي. حتى هما مش حيوانات، يعني الحيوانات أحسن من أفضل منهم، على الأقل عندهم شوية رحمة. دي حقيقة. المهم إن هو ده موضوع حلقتنا النهاردة، إزاي نقدر نتعامل مع المشاهد الصعبة اللي بنشوفها كل يوم. كمان في موضوع مهم قوي، إزاي نحكي لولادنا عن فلسطين وعن القضية الفلسطينية، حكاية الاحتلال اللي بدأ من سنة 48. يعني قصص وحكايات كتير هنتكلم فيها في حلقتنا النهاردة. خلينا نقول ان احنا وهيكون معانا تليفونات كمان وهنتكلم اكتر عن القضايا الفلسطينيه، لكن خلينا نرجع تاني للمشاهد الصعبه اللي احنا كنا زمان، حتى لما بيبقى في مشاهد نقعد نقول يا جماعه ما تنشرهوش يا جماعه، بس بجد غصب عننا. زمان يا نرمين احنا ما كناش بنتاثر قوي، لان كان الاحداث دي كانت بتيجي في مجرد نشره، ويا شفناها بالليل يا ما شفناهاش. ما كانش فيه وعي قوي زي دلوقتي، ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه مواقع كتير او منصات على التواصل الاجتماعي. دلوقتي الولاد بقى يمسكوا التليفون من اول 3 سنين، فده الحقيقه بيسبب حاله نفسيه سيئه جدا للطفل، ما بقاش عنده امان وهو رايح المدرسه، المشاهد دي بتبقى موجوده قدام عينه على طول في دماغه. طب هو ايه اللي هيحصل؟ هو ده اللي انا شفته. اسئله كتير جدا ممكن تدور جوه اطفالنا، واحنا للاسف ولا بيبقى عندنا اجوبه ليها، ولا بنبقى عارفين ايه اللي بيدور في بالهم فعلا، عشان نقدر نرد على كل الاسئله اللي بتبقى عند الولاد دي. وهم خارجين مثلا في النادي بتلاقي مثلا ممكن الولاد يتاثروا، يبصوا حواليهم، الاحداث اللي بنشوفها يعني تشيب الشعر، لو حد كبير في السن كمان بتاثر بشكل كبير، ما بالكم بقى الاطفال اللي في سن صغير اللي ماسكين التليفونات. يمكن انا شفت فيديو، او كلنا طبعا شفنا فيديو للطفل الصغير الفلسطيني اللي يعني قطع قلوبنا كلنا بجد، اللي كان واقف بيترعش، والاخر الولد خده في حضنه، انا ما اعرفش مين الراجل التاني، خده في حضنه قعد يطمنه، الولد كل يعني جسمه بيترعش وبيرتجف من الخوف، الاصوات اللي بيسمعوها، الانفجارات اللي بيسمعوها وهم نايمين، الفقد اللي ممكن ما يلاقيش ابوه جنبه ولا امه جنبه فجاه،
والايه غرقانه بتمها. وشفتي الفيديو الثاني اللي هو ايه اللي حصل؟ ما بيبقاش عنده البنت فكرة. لما بتقول ده شعر مام، انا عارفه شعر مامتي. أيوة يا جماعه حاجات توجع طبعا. شفتي الاخ اللي بيسال على اخوه يوسف؟ اه يا حبيبي، لا والله جسمكم صعبه. والام بتسال عليه ابيضاني وامور شعر كيرلي. لا لا صعب حقيقي، حاجات صعبه جدا. مشاهد الحقيقه كلها صعبه وكلها مؤلمه وبجد يعني زي ما بنقول بتخلي الحجر نفسه ينطق او يتحرك بجد. انا دايما ده سؤالي، احنا هنخلص امتى من المهزله اللي احنا فيها دي؟ يعني بجد امتى؟ امتى خلاص بقى كفايه كفايه كفايه؟ يعني انا لغايه من كام يوم كان طبعا ما اعرفش بقى، احنا كل شويه الاعداد بتزيد سواء استشهدوا او سواء مصابين. يعني هو انتوا عايزين ايه؟ خلاص واللي عايشين يرمين، واللي عايشين على كف عفريت صح. بتناموا ازاي يعني؟ الساعه اللي بتناموها دي بتعدي باعجاز. انا نمت ساعه، تخيلي بقى لما كل واحد يبقى مستني ان يفقد حد او يموت له حد قدامه، ولا هو اصلا ما يبقاش عايش بعد ساعه. انك تبقى عايش يعني الحمد لله احنا عايشين في امان. هم ازاي بيناموا؟ هم اللي بيقتلوا دول بقى، مش اللي بيقتلوا ازاي عارفين يعني. يعني كان في فيديو كده لجندي اسرائيلي بيقول لهم انا مش عارف انام، انا قتلت عشان كل حد، بس انا مش عارف انام ومش عارف اتعالج نفسيا. كويس والله عنده انسانيه، عنده يعني انسانيه والله، عنده دم يعني عنده دم.